الماراثون سميها ورشتين، ورشة للبنات ورشة للولاد. كانت مختلفة شوية عشان أولا عدد البنات اللي قدموا كان كبير، كتير قوي من اللي كانوا جايين كانوا فاهمين طبيعة الورشة، كانوا فاهمين إن دي ورشة حكي. خد نفس. كنا بنروح للحاجات اللي ممكن تبقى ما فيش مساحه ان هي تتحكي، او الحاجات اللي ممكن ما تبقاش مثلا قادرين نحكيها بره، فده بيبقى دايما التركيز بس مش اكتر. فانا نازله ماسك الجهاز التناسلي بتاعه و200 جنيه في ايده، رحت قبضت الباب حبكه جامده، ومن ساعتها قررت ان انا مش هركب عربيات تكون فيها رجاله. خدت الشنطه بتاعتي حطيتها في كتفي ورحت نطت من العربيه. فقلت لا، هو انا هستنى زميلي هو اللي يدافع عني، انا لازم ادافع عن نفسي. هتبصي لواحده في عينها، لما تبصي في عينها هتقومي رايحه في اتجاهها وهتبدلي اماكن معايا، وهي تيجي هي مكان تمام، يبقى هي معاها الكوره. ناخد نفس على ثلاثه، نكتبوا ثلاثه ونخرجوا على ثلاثه. تجربتي في الورشه ان انا كنت جايه قلقانه طبعا وخايفه، معرفش احنا ممكن هنحكي ايه في المواضيع. ان انت تحكي عن حاجات شخصيه لناس بتسمعك وناس عينيها في عينيكي، كان الموضوع شويه صعب لان احنا اول مره نتحط في حاجه زي كده ان احنا ممكن نقول على اللي وجعنا بصوت عالي. بس من اول اليوم واحنا حاطين رولز ان احنا مش بنحكم على حد، وان العياط دوت مش ضعف مننا، وان احنا لازم نكون اقوياء عشان نحكي. انا كنت بشتغل في سنترال، دي ولد صغير يدي حوالي 16 17 سنه، فاخد التليفون وفضل ماسك التليفون وعمل نفسه بيتصل وفضل يبص لصدري. انا خفت لان انا لوحدي، فضل على الحال ده يجي ساعه، وبعد ما مشي فضلت ابكي، خصوصا ان ده عيل بالنسبه لي اصغر مني بكتير، وانا ضعيفه، مع حسيت ان انا ضعيفه ما عرفتش ادافع عن نفسي. هي ورشة أسوان هي أول ورشة ليا كشغل مع بصي، فمن قبل ما أجي وأنا متحمسة جدا، لأنه قبلها أنا قعدت 7 شهور يعني مشاركة في برنامج تدريب المدربين، فدي كانت أكتر حاجة محمساني. حاسة إن هي تجربة أثرت فيها بشكل كبير، وأنا بشوف المراحل البنات بيتحاولوا فيها من الأول وفي النص وفي الآخر، ودلوقتي عاملين إزاي مقارنة بأول يوم كانوا بيقولوا إن هم مش قادرين يحكوا، مش عايزين وخايفين. توقعت إن الناس ما تحكيش بشكل حقيقي او الناس تحكي من بره، بس لا، في ناس كتير حكت تجارب مهمه او مؤلمه او بتوجع بالنسبه لها، او ما كانوش يتخيلوا ان هم اصلا يطلعوها في مكان شبه ده او قدام ناس ما يعرفوهمش. يا ولدي نصحتك لما صوتك نبح، ما تخافش من جني ولا من شبح، والهبد فيك عفريت قتيل اساله، ما دافعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. ما تخافش من جني ولا من شبح. يعتبر الميزة اللي اتيحت ليا، يمكن انا قلتها في قلب الورشة هنا، ان في حاجة مش متاحة لينا وسط اصحابنا بره وسط اصدقائنا، ان انا لما بتكلم مع حد هو بيقطعني في النص، يقول لي لا بس انت المفروض كنت تعمل. انما هنا في الورشة يبقى في مساحة ان انا اتكلم بأريحية، اطلع كل اللي عندي، ليا حق ان انا اكتم حاجة عايز اكتمها، واطلع حاجة اصلحها، اتكلم في الوقت اللي متاح ليا. فكان وضع مختلف عن ان انا بتكلم مع حد صاحبي بره، او بتكلم مع اي حد صديق ليا في مكان تاني. يعني العرض النهارده هو عرض حد بينظمه مشروع بصي هو مشروع بيهدف لخلق مساحة لحرة للسيدات والرجال في مصر، إن هم يحكوا تجارب شخصية مسكوت عنها في المجتمع. فضل يزعق وأنا زعق والناس اتلمت، وقالوا خلاص يا باشا عشان بنت، وهو قال لهم لا هاخدها على المركز. أنا كنت متغاظة من كلمة عشان بنت. إيه ده، أنتي أختك الصغيرة متجوزة؟ طب نعم، يعني انا فرحانه ومبسوطه لاختي ان هي متجوزه، هزعل ليه يعني؟ انا باخد الموضوع ده بتريقه وهزار، فبقول لهم اه دي اصغر مني ب6 سنين كمان. حد عايز حاجه؟ ليه انا عشان لوحدي مش معايا حد تدخل فيا كده وعايز تعرف؟ ليه نبقى متطفلين على بعض؟ ليه عقده انت بنت ولا ولد؟ كل الفكره انتوا كنتوا ماشيين هناك ليه؟ سابوا اللي حصل لنا كله وسابوا انتوا ماشيين لوحدكم ليه؟ عشان افرح مامتي، فانا كنت مستعده تماما اوافق، يعني قلت لهم اوكي موافقه.
علشان ارضي ماما مش اكتر. ففي مره كنت ماشيه في الشارع فواحد لمسني، فانا وقفت دقيقه كده اللي هو بفكر اعمل حاجه ولا اسكت وما افضحش نفسي. فجريت وراه مكنتش عارفه اعمل ايه، انا قلت هجري وراه واشوف ايه اللي هيحصل. الجمله دي اتقالت بشكل واضح جدا كده من حد او اكتر من حد جوه الورشه، انه شكرا انكم موجودين هنا وان احنا خدنا فرصه ان احنا نطلع اللي جوانا. فده بالنسبه لي كان حاجه مؤثره جدا جدا جدا، حتى انا دمعت لوحدي من غير ما احس. فحسيت انه طلع حاجه مفيده بجد، كنت متخيل انه ده كوت كده بيتقال بس في الحقيقه طلع هو واقع.